بسم الله الرحمن الرحيم. بدا واش مبروك على جميع المغاربه، كنت من ربي يرفع هذا الوباء عما قريب على بلادنا وعلى جميع دول العالم ان شاء الله. معكم بوشازرات، صاحب شركه النقل الزربو بمدينه فاس. خويا لي الشرف هذه الاستضافه، وكنشكركم حتى نتوما كقنوات اعلاميه يعني كتوصلوا هذه الرساله وهذا العمل الانساني اللي كتقوم به الساكنه فاس، لاننا كنبغيو من هذه المنابر الا باش يتعمم في جميع المدن المملكه ان شاء الله، وما يكونش الخصاص في هذه الماده اللي هي ديال الدم والمشقات، لان هذه ماده حيويه وكما كتعرفوا انها ضروريه يوميا، بزاف الناس كيحتاجوها ونظرا لظروف الحجر الصحي. يعني كاين الناس اللي كتبغي تتبرع، ولكن بالنسبه لشهر رمضان الكريم كيكون التبرع بالدم الا من بعد العشاء، من بعد العشاء من بعد التاسعه، الانسان ما يمكنلوش يعني الظروف ما تسمحلوش باش يتنقل من المنزل ديالو للمركز باش يتبرع ويرجع. حنا درنا واحد الشراكه مع مركز تحقن الدم بجهه فاس، وكنا درناها السنه الماضيه الحمد لله، والشكر موصول للسلطات المحليه لان كانت وافقتنا في واحد الظرف وجيز، والحمد لله مرت الشهر رمضان الكريم اللي فات كامل بواحد النسبه كبيره كانت كتوصل المتبرع كل 100 متبرع كل ليله، والحمد لله عاوتاني هذه السنه هذه كنكرروا نفس العمليه. شكرا كذلك للسيده وليدات التوزاني والسي سعد، لان هما كان لهم التنسيق مع ساكنه هذه الاحياء. الحمد لله واليوم قدرنا باش نوصلوا لواحد 100 متبرع، وكنديروا يعني افواج باش ما يكونش واحد الاكتضاض، كنديروا كل ساعه واحد 20 فوج يعني من 9 ل 10 ل 11 12، والحمد لله العمليه كتمر في ظروف جيده. اللهم لك الحمد، هادشي اللي نبغيو نشوفوه في المغرب كامل. ومن هاد المنابر كنطلبوا من الساده يعني الشركات، الناس اللي كتوفر على وسائل النقل بالنسبه للمدن اللي فيها مركز تحقن الدم، الا كان هما ياخذوا نفس الخطوه ويديروا واحد الشراكه مع مركز تحقن الدم اللي كيتواجد بالمدينه ديالهم ولا الاقليم، ويتطوعوا باش يساهموا شويه على هاد المرضى هادو، يوفروا لهم ناس اللي تبرع لهم بدمهم. وهادشي اللي كنتمناه يكون دائما، ودائما نبقاو يد في يد تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله. خويا اش نقول لك، لان احنا ولاد الشعب كما كنقولوا، حتى انا جاي من الطبقه الفقيره، ما غاديش نكذبوا ونقولوا جاي من الطبقه غنيه ولا لقينا كل شيء واجد. احنا عشنا مع هذه الفئه وحنا منهم، وكنا الحمد لله ولا 9 شهور ما كانش واحد اللي غادي علينا، علاش ما نتعاونوش مع خوتنا؟ خويا ها هما الناس كيجيو مساكن، شكون اللي كيجي؟ كتجي الطبقه يعني الفقيره من الاحياء الشعبيه بكثافه، كذلك السنه الماضيه واحد 90% اللي الناس اللي جات يعني من الطبقه الفقيره، كيقول لك خويا احنا ما عندناش باش نتعاونوا مع خوتنا، يعني طلبتوا الدم ديالنا نعطيو لهم. وهذا اكبر دليل يعني على هذا الكرم ديال الناس هادو، اللي انا كنوجه لهم تحيه شكر وتقدير، وكنحنيو لهم اجلالا، لان هما الفئه اللي كتحس بالفئه ديالها. انا ما بغيت حتى شي واحد يكون مخصوص بهذه البلاد اخويا، من غير لا اهداف سياسيه ولا ما خصنا حتى شي، يعني احنا ما كنديروش هذا الشيء لشي جزاء، الجزاء الوحيد اللي كنبغيهم عند الله تعالى. كما قلت لك انا مولاد الشعب، يعني مولاد الشعب انسان شكون اللي كيحس به؟ ولد الشعب راه شحال من انسان مسكين ما لقاش هاد الدم، الدم راه انسان كاين اللي عنده عمليه، كاين المسكين اللي كيدير حادثه، كاين كذلك مرضى ديال تصفيه الدم. ولا ما كانش اخويا هاد المتبرعين هاد الناس باش غادي يعيشوا؟ القافله بدات في شهر رمضان بديناها اللي فات، والحمد لله استمرت طيله السنه، يعني كنكونوا تحت الطلب ديال جميع الجمعيات ولا الساكنه اللي بغى وسائل النقل كنوفروها له بالمجان. وكذلك هاد السنه وكتستمر دائما حتى بعد شهر رمضان كتستمر، انا تحت الطلب ديال الجميع، اي انسان بغى يتنقل لمركز تحقن الدم انا تحت الطلب ديالهم. بالنسبه للناس اللي بغات تتبرع كاين الرقم 06 37 63 63 95 93 65، وكرر 06 37 63 63 65. وكذلك كاين رقم اخر 06 69 88 41 76، هادو ارقام درناهم خصيصا للناس اللي غادي اللي باغي يتبرع، والحمد لله الاجر لهم حنا ما كنقدموا الا القليل، وكنشكرهم نيابه عن جميع المرضى ولا الناس اللي في خصاص لهذه الماده هذه. السلام عليكم، انا سميتي فاطمة زهره مرزوق، مدينه فاس، كنسكن في لابيطه، كنتواجد هنايا باش نعطي الدم للاطفال الابرياء اللي كيحتاجوا لهذا الدم. السلام عليكم، معكم عصام، جايين هذه الجمعيه هذه باش نديروا واحد العمل خيري ونتبرعوا بالدم ديالنا، والاطفال الصغارين محتاجين لهذا الدم هذا. وكنشكر على الجمعيه الالتفاته لاجل الخير. مروان ابقال، تنسكن في لابيطات حفرس بن سليمان، كم حنا جينا من هذه الجمعيه باش نتبرعوا بالدم لهاد الاطفال الصغار، وتنشكرهم على هذا الشيء هذا اللي دايرين معاهم، وهذا الشيء دابا المجتمع اللي جاي دابا. حنا جينا اليوم باش نتبرعوا من اجل الدم لهاد الاطفال اللي مرضين في المركب بمدينه فاس، وكنشكروا هاد المبادره الوطنيه من اجل الجمعيات الالتفاته من اجل الانسانيه. وحنا راه حنا كمغاربه
متطوعين وتنبغيو خوتنا يتطوعوا بحالنا حتى هما، راه كنقضوا بهذا الدم ديالنا ارواح. وشكرا، والله يجعل كل شيء في سبيل الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.